الآن في حديث شبه متواتر، يعني صحيح من أكثر من طريق، بأن أنا الآن بذكر لك دليل على أن الدين ينسى بسرعة. الدين إيش أبرز شيء في الدين ممكن ينسى؟ يعني أو إيش أبرز في الدين؟ الصلاة، صح؟ أليس الصلاة أبرز شيء؟ صح ولا لا؟ الصلاة تطبق 5 مرات في اليوم، ولا غالبا يعني يتذكرونها وصلوا خلف النبي وكتب. هل تعلم أن الصلاة كانت قد نسيت في بعض الأمصار في عهد عثمان؟ نسيت. إيش معنى نسيت؟ ما معنى هذا لا يؤدونها، وإنما يعني لا تكون صلاة النبي، مختلفة. الدليل مثلا في الصحيحين من رواية مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين أن علي بن أبي طالب ذكرهم بصلاة النبي في البصرة يوم بعد معركة الجمل، صلى بهم في الجامع، فقال عمران بن حصين لما خرج: لقد ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله. الله أكبر، فين راحت؟ إذا كانت الصلاة قد تغيرت، فهو قال أبو موسى الأشعري في الكوفة، وأبو الدرداء قال: لا أعرف، ليست صلاتكم التي كانت على عهد النبي. وفي عهد معاوية يقول أبو هريرة عندما سئل عن صلاة النبي قال: كصلاة بني هاشم اليوم. راحت تلك الصلاة، ما هي؟ طبعا عمران بن حصين ذكر بعض النماذج، قال: كان يكبر إذا ركع وإذا رفع. يعني معنى هذا أن صلاة أهل البصرة في أيام عثمان كان ما فيها تكبير، تصور، أترك عن الأشياء الباقية. إذن هذه الثقافة النفاقية أنتجت. طبعا ربما علي صحح في الصلاة، بس أمور أخرى ما تصححت، فالتراويح حاول أن يصحح، لكن بقيت التراويح. طيب، ليس بالضرورة هذا الفعل أن يكون يتبع منافق، يعني التراويح أو الإهمال في الصلاة، ولكن أدلل بها على أن الناس ينسون، أن الناس من السهل تشكيلهم.